في نهضة المسرح اللي حصلة في الوقت الحالي؟ شايفها ازاي؟ وزارة ثقافة الحياة ودي ميزة ان يبقى فيه فنان هو اللي على رأس المنظومة. الدكتورة إيناس عبد الدايم ست عظيمة جدا جدا ومهتمة الحين مش بس المسرح، المناحي الثقافية المختلفة. فكرة ان حتى في وقت كورونا انشأوا حاجة اسمها قناة وزارة الثقافة كانوا بيعرضوا عليها اعمال فنية واعمال مسرحية، اهتمامها بكل الفنون مش بس المسرح، الحقيقة فن تشكيلي، متاحف، معارض، وهي الحياة ست ما بتسيبش حاجة، يعني اهتمامها كمان بالشباب. في كمان تعاون حصل بين وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة، وده هايل جدا ان يبقى في تعاون بين الوزارات المختلفة بالذات الوزارات المعنية بالشباب. أيوة. وده بسبب توجيهات سيادة رئيس انه بالنسبة لهم الشباب هم الامل وهم اللي جايين وهو اللي بيشتغل لهم، الحقيقة بختهم يعني يا بختهم حظهم احسن مننا يعني. ففي مبادرات كمان كتير قوي حصلة، تعاون بين وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة تخص الشباب، فحاجة جميلة يعني، حاجة جميلة ان يبقى في ناس بيشتغل صح، لان ما ينفعش اللي على راس المنظومة يبقى بيشتغل وانت تقعد مبارطع يعني، فاهم؟